خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الشبابي الأول للاستثمار في القطاع الصحي، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ناجي صقر أن الشباب الكويتي يعد شريكا رئيسيا للوزارة في تنفيذ برامجها. بهدف صقل مواهبهم وتقديم بعض الخدمات المساندة والهادفة للارتقاء بالرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتحت شعار تنمية القطاع الصحي بالسواعد الشبابية، انطلقت فعاليات المؤتمر الشبابي الأول للاستثمار في القطاع الصحي. إن رؤية وأهداف وبرنامج المؤتمر تتفق مع رؤية وبرامج واستراتيجيات وزارة الصحة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة، والتي تؤكد أهمية تفعيل دور الشباب. يأتي ذلك فيما اعتبرت وزارة الصحة أن الشباب الكويتي يعد شريكا رئيسيا في تنفيذ برامجها، فضلا عن تأثيره في الأداء والإنتاجية بشكل عام. الكويت تمتلك نسبة من الشباب المتميز الذي يتمتع بالمهارات والقدرات العالية الجاهزة للإطلاق والعمل كقوة عمل وطنية منتجة يمكن الاعتماد عليها. ومن الأمثلة اللافتة لقدرة الشباب الكويتي على الدخول لسوق العمل والإبداع فيه شركة طلبات. هذه الشركة التي أسسها وطورها شاب كويتي من فكرة بسيطة لإدارة طلبات التوصيل للمطاعم، وقد حققت الشركة نجاحا بارزا حتى بلغت قيمتها السوقية حوالي 50 مليون دينار. يأتي المؤتمر الأول للشباب برؤية وأهداف تعبر عن دور الشباب في التنمية الشاملة من خلال الاستثمار في القطاع الصحي، كما يعتبر الهدف الرئيسي والمحرك الأساسي والمؤشر الدقيق للتنمية الشاملة.